صباح الفل. النهاردة وصفتنا حلوة قوي قوي بصراحة، وطعمها فعلا جميل جدا. هنعمل فطاير أو سندوتشات محشية بحشوة الشوكولاتة، بجد طعمها رهيب فعلا. لو جربتوها إن شاء الله في البيت، وإن شاء الله تجربوها، صدقوني مش يعني حتى لو اشتريته من بره مش هتحسوا بطعمها، بالعكس اللي في البيت أحلى كتير جدا. وما شاء الله طبعا الحجم كمان جميل قوي، وبصراحة العجينة فعلا ممتازة، والحشوة كمان سهلة وبقت متوفرة جدا دلوقتي معانا. ان شاء الله نعملها ببساطة، وان شاء الله تجربوها. وهنبدأ بسم الله. هنحط هنا كوباية مية، عليها كوباية من الحليب، طبعا تبع رغبتكم، لو حابين تضيفوا الكمية كلها حليب يكون تمام. وهنضيف كمان معلقتين سكر، وهنضيف معلقة من الخميرة الفورية. طبعا الخميرة لو انتم مش مجربينها قبل كده يفضل تجربوها لوحدها في جنب كده، تحطوا ربع كوباية مية على معلقتين السكر على الخميرة، ولو ارتفعت بتكملوا، ما ارتفعتش تغيروها. وهاخد كمان هنا صفار بيضة، اسفة بياض بيضة، وهركن الصفار، هنغطيه ونحطه في التلاجة لغاية لما نخلص وندهن بيه وش الفطاير. وهنحط كمان معلقة من الخل، ونقلب كله كويس. وهضيف كمان ربع كوباية من الزيت، ونخلط تاني المكونات كلها سوا عشان الزيت يندمج معانا او مع الخليط. وعندي هنا الدقيق اللي هستخدمه بالظبط حوالي 6 كوبايات، طبعا ده يختلف طبعا من دقيق او من نوع دقيق لنوع دقيق تاني، ممكن ياخد منكم 5.5، ممكن ياخد 6، ممكن ياخد 6 يعني معلقتين ولا حاجة. هنحط الاول 3 كوبايات، وهحط عليه معلقة صغيرة من بيكنج باودر، وربع معلقة من الملح، معلقة صغيرة، ونقلب كويس الدقيق لغاية لما يدوب مع الحليب. وبعد كده هنكمل الكمية، هحط الكوباية الرابعة والخامسة، والستة هركنها شوية لغاية لما نشوف العجينة تحتاج مني قد ايه، ونقلب برضو دي لغاية لما يختفي معانا. وهنيجي هنا على الرخامة، هنزل الاول بنص الكوباية الستة، وبرضو هنكمل العجن بقى على ايدينا. دي طبعا طريقة بصراحة افضل كتير جدا، بحيث انها العجين نضمن ان هو اتعجن كويس، في نفس الوقت تديلها الطراوة اللي احنا طالبينها من كتلة العجن. ونفضل نلم في العجينة ونفرد فيها، حتى لو ملزقة شوية يعني يفضل ان انتوا تركنوها بس كده 2 دقيقة، وبعدين ان شاء الله تكملوا العجن. ساعتها هنقدر نحدد هل هي محتاجة دقيق زيادة ولا لأ. هنغطيها ونركنها 2 دقيقة بالظبط، وبعد كده هنلاقي العجينة ظبطت معانا لوحدها. وهنحط عليها كمان معلقة من الزبدة، ونفضل نعجن فيها لغاية لما الزبدة تدوب تماما او تختفي تماما وسط العجينة. وهنا خلاص كده بقت تمام. هجيب طبعا طبق غويط، وهدهنه زيت رشة صغيرة خالص، وندهن الطبق كله بيه، وهنحط العجينة فيه. وطبعا لازم نسيبها ونغطيها لغاية لما تخمر وترتاح تماما. وهنا العجينة خمرت، هنبدأ ان احنا ان شاء الله نخرج الهواء منها، نعجنها على بعضها او نلفها على بعضها تاني، نلمها تاني، ونبدأ ان احنا نقطعها بالحجم اللي انتوا حابينه قطعوه. يعني لما يكون حجمها وسط افضل كتير من انها تكون صغيرة او كبيرة قوي. طبعا ما تنسوش انها كمان لسه هتخمر تاني، فما تكبروهاش زيادة عن اللزوم، بس خلوا حجمها حلو عشان ما تبقاش قليلة برضو. ويقطعوا الكمية كلها طبعا، نلمها على بعضها كويس، ونخرج منها اي هوا فيها. وبعد ما نقطعها لازم نغطيها ونسيبها كمان حوالي 10 دقايق ترتاح، عشان نقدر نتعامل معاها بالراحة وتبقى سهلة في الفرد. وهنا هنفردها بشكل بيضاوي او دائري، طبعا بالشكل يعني اي حجم مش فارق، المهم تفردوها كويس، ما تبقاش رقيقة قوي، ما تبقاش طحينة. وعندي هنا الشوكولاتة، عندي طبعا دلوقتي موجود في السوق بدائل او الشوكولاتة السائلة، دي بدائل النوتيلا، في كتير جدا منها وانواع كتير واسماء كتير، استخدموا نوع انتوا دايما بتحبوه. وهنفتح العجينة زي ما انتوا شايفينها كده من الحرف بسكينة او بقطعة البيتزا، وهنبدأ نحط الشوكولاتة. حطوا طبعا بحجم مناسب، ما يبقاش كتير قوي وما تبقاش قليلة قوي. وهنبدأ نقفل العجينة على الشوكولاتة، نتأكد ان احنا بس قفلنا عليها كويس جدا. وبعد كده هنلفها على بعضها كلها لغاية لما نوصل للفتحات بتاعتنا، تبقى هي دي الشكل اللي احنا حابينه فيها.
والصاج بتاعنا طبعا يا اما تدهنوه شويه زيت او تحط ورق الزبده وبرده تدهنوه شويه زيت ضمان. ونفرد التانية. ونعمل الفتحات زي ما انتم شايفينها. الفتحات بتكون يدوبك كده بتاخد مثلا تلت حجم العجينة، متبقاش من النص عشان نقدر نلف العجينة كويس على الشوكولاتة. وهنحط برضو الشوكولاتة ونقفل عليها كويس جدا عشان في التسوية الشوكولاتة نضمن ان هي ما تخرجش بره. كده تمام. وهنا العجينة اللي لو ملزقة معاكوا قوي يدوبك دهن زيت بطراطيف بأطراف صوابعكوا كده بسيطة. وهنفرد العجينة برضو هتلاقوها سهلة قوي معاكوا ان شاء الله. ونفس الموضوع تقطيع الشكل بتاعنا، وبرضو هنحط الشوكولاتة وهنقفلها بنفس الطريقة. وكملت انا الكمية، لازم نغطيها كويس جدا بحيث انها تخمر مرة تانية. وادي صفار البيضة اللي احنا ركناه، هنجيبه ونحط عليه معلقتين حليب، هنحط كمان رشة فانيليا صغيرة، ونقلب كل ده او نخلطه سوا كويس جدا. طبعا واحنا بنفرد اصلا العجينة او الفطاير نفسها نبدأ نشغل الفرن على درجة 200، وهنحط الشبكة على الرف التاني من تحت. وهنبدأ ندهن وش الفطاير، وطبعا لو حابين ترشوا عليها سمسم ماشي، ترشوا عليها اي حاجة انتوا حابينها، بس طبعا مش هينفع حبة بركة هنا خالص لان طبعا دي حلويات. وهنحطها في الفرن على الرف التاني زي ما قلنا لغاية لما تتحمر من تحت، وبعدين نفتح الشواية ونقلب فيها حبة حبة لغاية لما تتحمر. ولما تخرج لازم نغطيها بحيث انها تحتفظ بطراوتها. وادي شكلها بعد ما خلصت، بجد بجد حلوة وطعمها فعلا بجد رهيب. ان شاء الله تجربوها. اتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى اشتراككم معايا في القناة وتفعيل الجرس للكل، ودمتم بخير.